في الحلقة دي هتكلم معاكم عن أهم تطبيقات دايماً بستخدمها في موبايل. كل واحد فينا عنده شوية تطبيقات كده لا غنى عنها في موبايله بيستخدمها دايماً وبشكل يومي. طبعاً مش بنتكلم عن تطبيقات السوشيال ميديا زي الفيسبوك والإنستجرام، ده أنا بتكلم عن تطبيقات تانية خالص وهنتكلم عليها دلوقتي بشكل مفصل. برنامج ادوبي لايت روم. بما اني بقى مصور واديتور ودايما بحتاج اعمل اديت على صوري بشكل احترافي وسريع، فانا بحتاج لابلكيشن على الموبايل يقدر يوفر لي ده بشكل سريع وسهل. اللايت روم من اهم البرامج اللي انا بستخدمها اصلا على الكمبيوتر. شركه ادوبي موفره نفس امكانيات البرنامج على الموبايل. الابلكيشن ده من خلاله تقدر تعمل امبورت لاي صوره انت عايزها وتعمل عليها اديت، من تظبيط اضاءه وتصحيح الوان وكروب بمقاس اللي انت عايزه، تظبيط الشاربنج بتاع الصوره، ده غير ان انت من خلاله تقدر تعمل بريسيتس وتحفظها على البرنامج بحيث لما تيجي تعمل لاي صوره اديت بعد كده ما تحتاجش انك تعيد كل اللي انت عملته من الاول. مجرد ما تدوس على البريسيت الصوره بتاعتك اتعمل لها اديت على طول. برنامج لايت روم لا غنى عنه لو انت بتحب تعمل اديت سريع على الموبايل لصور. وده كان اول تطبيق. التطبيق الثاني هو ديولينجو. ده تطبيق هيساعدك جدا لو محتاج تطور نفسك في اللغه الانجليزيه. الحلو في التطبيق ده انه سهل وبيعلمك اللغه بطريقه جميله وكمان مرتبه، وبياخدك من مستوى الزيرو لغايه الاحتراف عن طريق جمل سماعيه وكتابيه وترجمه، وبيدربك كمان على النطق الصحيح، ومش بيعديك من المرحله اللي انت بتتعلم فيها غير وهو متاكد انك بقيت تمام. الابلكيشن ده سهل وبسيط جدا في التعامل معاه، وكمان فيه مستويات كتير قوي هتعدي بيها علشان تحترف اللغه. البرنامج ده مش هيحتاج منك غير ربع ساعه يوميا، هتعمل التاسكس المطلوبه منك وبكده انت عديت المرحلة اليومية في البرنامج. برنامج ده رائع جدا ولازم تجربه. التطبيق الثالث هو برايت مانجر. لو انت زي حالاتي كده دايما بيستخدم تطبيقات كتير وبوقت كبير، فالتطبيق ده هينظم لك درجه البرايتنس بتاعت الشاشه حسب التطبيق اللي انت فاتحه. يعني بكل سهوله بتخش على التطبيق وبتقول له مثلا انا لو فاتح الفيسبوك خلي البرايتنس بتاع الشاشه 50%، ولو انا فاتح برنامج الواتساب يكون البرايتنس على اعلى حاجه، ولو مثلا على اليوتيوب يبقى 100%. وبكده انت ضمنت ان البطاريه بتاعتك تفضل معاك لوقت اطول حسب استخدامك للابلكيشن بتاعك. برنامج خفيف جدا على الموبايل بس الصراحه مهم جدا. التطبيق الرابع هو فيسبوك جيمنج. انا الصراحه عاشق للالعاب الاونلاين زي ليج اوف ليجند، ببجي، كول اوف ديوتي، وكمان بحب العبها. غير كده انا بحب كمان اتفرج على الناس وهي بتلعب اللعب دي اونلاين من باب التسليه. الفيسبوك جيمنج ابلكيشن هيقدر يعرض لك كل الناس اللي طالعه لايف وبتلعب اللعب اللي انت بتحبها، وتقدر تتابعهم وكمان ما يفوتكش اي لايف، وده عن طريق ان هو بيعمل لك نوتيفيكيشن لاي حد انت عامل له فولو للالعاب اللي انت بتحبها. فانت كده ضامن اي حد هيطلع على الفيسبوك لايف هيجي لك نوتيفيكيشن يقول لك عليه. وده كان التطبيق الرابع. خامس واخر تطبيق هو لينس ديستورشن. برنامج جميل جدا برضه، كل فكره ان هو بيدي لك شويه اضافات او افكتس على الصور بتاعتك زي مثلا الفلير اللي بيطلع من اشعه الشمس، او كمان شكل الفوج او الدخان. وبكل سهوله انت بتدوس على الافكت ده وتفعل على الصوره بتاعتك وتحركها للمكان اللي انت عايز تعمل عليه الافكت. ولو انت مصور وبتحب الافكت بتاع البريزم هتلاقيه موجود برضه في البرنامج. البرنامج سهل وبسيط جدا وهيغير شكل الصوره بتاعتك. بس كده دول التطبيقات بتاعه الحلقه دي، اتمنى تكونوا استفدتوا، وما تنسوش الدعم باللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم قريب في فيديو جاي. سلام.